أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى مشهد جديد، مشهد عن شقيقة عربية هي تونس وما حدث في تونس في اليومين الماضيين. فقد قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات لن تمس ولن تمس بأي شكل. أبلغ الرئيس التونسي قيادات في المجتمع المدني أنه سيحمي المسار الديمقراطي والحقوق والحريات، وبموجب الفصل 80 من الدستور التونسي اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، هذا على المستوى السياسي إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى اتخذت بحظر التجوال من 7 مساء وحتى 6 صباحا لمدة شهر. فحول تأكيد الرئيس التونسي لقيادات المجتمع المدني على حماية الديمقراطية والمسار الديمقراطي والحريات تدور هذه الحلقة من المشهد مع الدكتورة سارة كيرا رئيس مركز الدراسات الأوروبية الشمال إفريقية للدراسات السياسية. نرحب بك كثيرا دكتورة سارة، شرفتينا. أهلا بك. هنستأذن حضرتك نتابع تقرير حول التطورات التي حدثت في تونس مؤخرا مع مشاهدينا الكرام، وبعد هذه المتابعة نعود لضيفتنا الكريمة لبدء الحديث والنقاش حول هذا الموضوع. فيما تعد أسوأ أزمة سياسية تواجهها تونس منذ تحولها إلى الديمقراطية قبل 10 سنوات، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان يوم الأحد الماضي، وذلك بعد خلافات دامت شهورا مع رئيس الوزراء وبرلمان منقسم على نفسه. بينما تعاني تونس من أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا. حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها تونس حاليا أثارت قلق عدد من العواصم العربية والعالمية، مما دعا وزير الخارجية التونسي إلى طمأنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده عازمة على المضي قدما في المسار الديمقراطي وأن الإجراءات الاستثنائية هي أمر مؤقت. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أنها تتابع تطورات الأوضاع في تونس معربة عن أملها في بقاء الوضع هادئا ومطالبة جميع الأطراف بضرورة حل جميع الخلافات عبر الحوار. كما أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة أن يتم احترام الدستور وسيادة القانون والمؤسسات في تونس مع الإصغاء لنداءات وتطلعات الشعب. في السياق ذاته أعربت بريطانيا عن اعتقادها بأنه لا يمكن إيجاد حل للتحديات الراهنة في تونس إلا من خلال مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. كما حثت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس التونسي على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددة على دعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا. في الوقت ذاته أعلنت روسيا أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها عبر المجال القانوني دون غيره. من جانبها أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن اهتمامها ومراقبتها للوضع في تونس عن كثب، مؤكدة التزامها بالاحترام للدستور التونسي والحفاظ على السلام وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن تتمكن تونس من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفتنا الكريمة الدكتورة سارة كيرا رئيس مركز الدراسات الأوروبية الشمال إفريقية للدراسات السياسية. دكتورة سارة، يعني في البداية وبعد الترحيب بحضرتك مجددا، يعني بودنا ان احنا نتعرف على رؤيتك تجاه ما يحدث في تونس خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة انه من ناحية الموضوعية انقسم الرأي ما بين فريقين. الجديد في الأمر انه الرئيس قيس سعيد قال وتعهد بأن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة، فرؤية حضرتك وكيف تفسرين هذه الإجراءات في ضوء هذا الوعد أو هذه التصريحات الجديدة؟ بداية يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم،
عشان نوصل لسيادة الرئيس قيس سعيد قال كده ليه، او اتخذ الاجراءات دي ليه، او سواء هتبقى مؤقتة او هتأثر ازاي في المشهد السياسي التونسي، لازم نعرف ايه اللي حصل. تونس تعاني على مدار العشر سنوات الماضية من افقار وتهميش للشعب التونسي نفسه. ده غير ان تونس كما كانت البداية فهي هتبقى النهاية. نهاية ايه؟ نهاية حكم الاخوان. الاخوان خدوا فرصتهم، او حركة النهضة، الاخوان جماعة الاخوان متمثلة في حركة النهضة اللي كانت بتتصدر المشهد السياسي في تونس على مدار العشر سنوات الماضية، كان ليها اخفاقات كتير جدا، واخيرا يعني شعر الشعب التونسي انه صبر عليهم كتير وعانى كتير من التهميش والافقار، وصلنا لمرحلة ان تراجع معدلات النمو في الاقتصاد، بطالة واصلة ل 24% او اكتر، فقر وجوع، وصلنا ازمة كورونا بينت اكتر فشل الاخوان السياسي في ادارة البلاد في تونس. الناس بتموت على ابواب المستشفيات. ديسمبر الماضي، 27 ديسمبر الماضي، كانت الذكرى العاشرة للثورة التونسية. طلع فيها مظاهرات ضد حكم الإخوان، هم سموها الاحتجاجات المعيشية، يعني الشعب التونسي ابتدى يحتج على الظروف المعيشية في البلاد. في فقر، في اقتصاد بيتدمر، مفيش مشاريع قومية. بسبب ايه؟ بسبب ان في فراغ سياسي داخل البرلمان التونسي. ليه؟ عشان المشاهد يفهم. لتبسيط الامور، البرلمان التونسي غالبيته من الاخوان، كل حبة فيهم ليهم ولاء لبلد تانية غير تونس، ويتلقون الاموال للحفاظ على مقاعدهم، يتلقون الأموال من الخارج طبعا، تمويلات في الانتخابات وتمويلات لأجنداتهم السياسية، وكأن تلك الدول ليها لوبيز أو مجموعات ضغط داخل البرلمان التونسي. آخر أزمة عملت أزمة حادة كبيرة جدا سياسية كانت إيه؟ التصديق على الميزانية، تونس ميزانية البلاد، كانت في ديسمبر اللي فات. هما قدروا في الاخر يصدقوا على الميزانيه، بس اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان حضرتك عندك اعضاء برلمان ولاءهم مش للدوله. وده طبعا بالنسبه لفكر الاخوان عادي جدا، هم ولاءهم مش للدول، مش لوطننا، هم ولاءهم للي بيشغلوهم وبيمولوهم. وتصريحاتهم من نوعيه الوطن يعني مش مهم، حفنه من التراب او ما شابه ذلك، يعني هو مش احنا شفناه بترجم انتمائاتهم. نعم، احنا شفناه على مدار 10 سنين في تونس، كان زمان يقول لك ايه؟ الاجابه تونس. هي فعلا اصبحت. انا عايز ارجع للنقطه ديت معاك اكيد يا دكتوره ساره، واشكرك طبعا على الملاحظه ديت، واكيد كلنا كمشاهدين ومتابعين حبيت اخد الموضوع من الاول، بقالنا سنين يعني منتبهين لهذه الملاحظه. هي اول دوله طبعا اندلعت فيها احداث في عام 2011 كانت تونس، وربما يعني ده جه متزامن مع مناسبه انا الحقيقه لا اذكرها، اذا كنت حضرتك تذكريها، وصارت كالمثل انه اطلق يعني من بعدها شعار بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس. أنا مش عارف مصدرها كان برنامج تلفزيوني ولا مسابقة ولا إيه، لكن زي ما حضرتك لاحظتي وقلتي بعد 10 سنين تقريبا بالتمام والكمال من 2011 ل 2021 بتبدو تونس وكأنها محطة النهاية مرة ثانية. بالزبط. كيف تقرأين وتحللين هذا المشهد؟ زي ما قلت لحضرتك إن كان هناك يعني الكثير من الانتقادات في ان العمليه الديمقراطيه او التحول الديمقراطي لازم ياخد وقته. عمليات التحول الديمقراطي في تاريخها بتاخد وقتها، بس مش 10 سنين. مش كده، مش 10 سنين جماعه واحده مسيطره. يعني لازم التجديد، دي لحظه في عمر الزمن في كل الاحوال. بالظبط، لازم التجديد وتصحيح المسار. اللي تونس بتعمله النهارده، عشان نرجع لسؤال سيادتك، في الاجراءات التي تتخذها تونس النهارده، وفي شخص السيد الرئيس قيس سعيد، هي تصحيح للمسار. هي تونس بس اتاخروا شويه، ولكن ده عشان الشعب التونسي الشقيق مثقف ومحترم
وحب ان هو يدي فرصه وياخد التجربه. فرصة. نعم خذلوهم. وبالمناسبه يعني ايا كانت المدار هي التجربه هتفيد. بالظبط. ليه بقول لحضرتك التجربه هتفيد؟ لانها هتقضي على اي شكل من اشكال تواجد فصائل سياسية غير وطنية داخل الدول العربية بأجمعها بقى، لأن زي ما كانت البداية تونس هتبقى النهاية تونس. فالنهاردة عايز أقول بس لسيادتك أن أي قضاء على أي حكم أي جماعة إخوانية في الدول العربية كلها يعد بمثابة نجاح وتطور وتصحيح مسار حتى لو جه متأخر. النهاردة الإجراءات اللي بتتخذ دي كل اللي حصل إن السيد الرئيس قرر يفعل المادة 80 من الدستور بتاع 2014 بتاع تونس، إن هو لما يكون في خطر داهم تواجهه البلاد يبقى في عمليات وإجراءات وتصحيح مسار. هو سحب الحصانة من البرلمان وغير الوزراء، ده شكل عادي جدا. طيب مستقبل الإجراءات دي إذا كانت مؤقتة ولا لا، هي بطبيعة حالها لازم تبقى مؤقتة. ليه؟ ما هي مؤقتة. هو السؤال يعني سامحيني في المقاطعة دكتورة، فرض نفسه على اعتبار أن هذه هي الكلمة الجديدة في الإجراءات التي اتخذت خلال الأيام الماضية، اليومين أو الثلاثة اللي فاتوا، وهي في صدر هذه الحلقة، فكان لازم يكون السؤال مرتبط بها. وخاصة طبعا زي ما حضرتك عارفة أنا مش المفترض يكون لي رأي أو تحليل في هذه الحلقة، وإذا كان لحضرتك رأي من حقي ومن حق المشاهد أنا أتبنى رأي الضيف الغائب أو أعرض كل السيناريوهات. البعض بيرى أنه ما حدث في تونس وفي هناك انقسامات عليه وهناك رأيان حول ما يحدث في تونس، رأي يجد أنه ما يحدث الآن هو إنقاذ لتونس من خطر داهم وتم تفعيل هذه المادة من الدستور، والبعض شافوا انقلاب على الديمقراطية. في سبيل التحليل البعض بيرى أنه تأخير أو تعطيل الديمقراطية حتى أمر مشروع في سبيل الحفاظ على دولة حتى حين، فلو هنا كلمة مؤقتة بتأتي في هذا السياق فلا ضير. ملهاش علاقة مؤقتة، مؤقتة دي ليها علاقة بتصحيح المسار. مؤقتة معناها إن إحنا مش هنسيب البلد من غير برلمان ومن غير حقائب وزارية، هو ده معنى مؤقتة. ومؤقتة لأن العملية اللي بتحصل دلوقتي تصحيح مسار. وتصحيح مسار هو يعني إيه ديمقراطية؟ عشان الإخوان، أنا برضو كاتبة دي قبل ما بعتبرها صندوق علشان ما نفسرش كتير. الـ 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 الإخوان عايزين يفسروا عملية تصحيح المسار في تونس دلوقتي وإنقاذ تونس التي انتفضت ضدهم في تحويلها لمشهد أنه قيصر سعيد عايز يقلب نفسه الديكتاتور. طيب هو قيصر سعيد يعني خد الإجراءات دي بناء على إيه؟ لوحده ولا كان في احتجاجات شعبية؟ الديمقراطية بتقول ايه؟ يعني ايه ديمقراطية؟ اولا ديمقراطية ظاهرة وتظهر وتختفي وتظهر وتختفي على مدار العصور، ده لو هم بيفهموا يعني في الديمقراطية. هو مفاهيمها الغربية مش بالضرورة مطابقة لمفاهيمها العربية. بالظبط. ولكن هنحلل يعني ايه ديمقراطية؟ نقول يعني السلطة للشعب. طب الشعب انتفض ضدكم، الشعب نزل في احتجاجات معيشية وصفها بالمعيشية مش السياسية. الشعب لما انتفض على احواله وعلى فشلكم السياسي. وبالمناسبه وهذا طبعا ليس يعني ناتج عن راي شخصي زي ما حضرتك منتبه لهذه النقطه، هو الوضع الاقتصادي العام في تونس هل هو بالفعل من وجهه نظر البعض الغائب اللي ممكن يتساءل، هل هو بالفعل ناتج عن سياسات الاخوان في تونس او سياسات الحكومه التي يعني دخلت في كثير من عناصرها عناصر إخوانية، ولا ناتج عن الظروف اللي عاشتها تونس وعاشتها المنطقة في الفترة الماضية العشر سنوات الماضية؟ التونسي بأغلبية من حركة النهضة الإخوانية بتونس على مشروع قومي واحد يفيد الشعب التونسي الشقيق. مفيش أي مسار، كلهم بيعملوا على المصالح. ولهذا النيابة العمومية النهاردة الصبح فتحت ملفات في حركة جريئة جدا من السلطة التونسية وفي موضعها وفي محلها وفي وقتها، ملفات الفساد الإداري والتمويل، تمويل للأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المجموعة. يبقى هي كلمة السر فكرة الولاء للخارج. بالضبط. والإرهاب والاختيالات. إزاي هتكون الظروف تونس قبل 2010 كانت ازاي؟ كان شعب هو برضو بلغة بسيطة جدا عشان مشاع، هو شعب قليل بموارد كبيرة
قطاع الخدمي عندهم في السياحة كان بيعمل لهم دخل كبير، وتونس كانت مشهورة جدا في أوروبا أن هي واجهة سياحية للأوروبيين، وكان فعلا في دخل، كان الاقتصاد التونسي يعني عالي. هطلع لحضرتك الأرقام. تمام. ولكن النهاردة الاقتصاد اتضرب، ده ناتج عن إيه؟ عن السياسات. طب السياسات مين اللي بيحطها؟ والتشريعات مين اللي بيحطها؟ الحكومة والبرلمان. بالظبط، الحكومة والبرلمان. طيب لما الشعب التونسي النهاردة بيقول لك أنا حاسس بالتهميش وأنا فقير وأنا ابتديت أجوع، وانتم ليكم انتماءات ولاءات خارجيه وتمويلات، وبتاخدوا تمويلات وتعويضات، ده على حال لسان التوانسة على السوشيال ميديا ومن اصدقائنا ومن كل الجهات. البعض قلل من حجم هذه الاحتجاجات يا دكتوره ساره. مين؟ يعني مين البعض؟ ايا كان، انا طبعا مش بعبر عن رايهم، والفكره هنا مش التعبير عن راي الاخوان، ولكن هي الفكره هنا الى اي مدى في مصداقيه لحجم الاحتجاجات. احنا شفناها، احنا كلنا شفناه، واكبر دليل عليها ان بعد ما اتخذت الاجراءات بحل البرلمان وسحب الحصانه من كل من لا يهم مصلحه الشعب التونسي وبيهمشوا على مدار العشر سنين اللي فاتت، كان بيهمشوا وبيفقروا، وهو كان واحد من اكتر الشعوب العربيه استقرارا واحتراما وثقافه، وكان المعدلات النمو عندهم في الطالع. طب على ذكر ثقافه وحضرتك، يعني بحييك على ملاحظاتك وكلماتك المختصره. البعض نسب للتجربه التونسيه فكرة التوازن مع حركة النهضة منذ بدايات 2011 وحتى تاريخه، لأنه راجع لنسبة التعليم العالي في تونس، نسبة الثقافة العالية، نسبة فكرة أنه هناك فصيل سياسي آخر أختلف معه ولكن معي. هل التجربة أنضجت الشعب التونسي إلى أنه يلفظ هذا الفصيل في الوقت الحالي ومستقبلا؟ بالضبط. لأن بناء على أن الشعب التونسي مثقف وفعلا راغب في التحول الديمقراطي وفعلا راغب في الانكلوجن أو تضامن جميع الحركات والأحزاب السياسية داخل بلاده وضمهم كلهم، بس أن يكون في مصلحة الشعب التونسي. تاني، التجربة دي ورت الشعب التونسي ان الناس دي ما هماش فصيل سياسي وطني زي ما حصل معانا. هو في تشابه على فكره ما بين مصر وتونس في كبير جدا دي. بس هم صبروا كتير من باب اعطاء الفرصه، وان نشوف ايه اللي هيحصل. مين اللي فشل؟ الشعب هم ولا اللي حاكمهم؟ مين اللي فشل؟ هم. طيب مين اللي فرض الظروف السيئه اللي وصلتنا النهارده لتصحيح مسار وتفعيل الماده 80 من الدستور؟ ومين اللي وصلنا لده؟ سياساتهم الفاشله. سياساتهم الفاشله. احنا النهارده انت عندك شعب صغير مش كبير، وما انتش قادر توقفه على رجله اقتصاديا ومعيشيا، يبقى انت بتعمل ايه؟ ولا اكلمين داخل البرلمان، هو انتوا مصالحكم الشخصيه فقط. فطبعا التجربه انا اعتقد ان مش هيكون في ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. المشهد التونسي دلوقتي مش هيختلف كثيرا عننا، لان برضو الاخوان هناك او حركة النهضة برضو تتبعوا نفس الخطوات ونفس التقليب ونفس الدعوات ونفس المسميات، برضو سموا عملية تصحيح المسار انها انقلاب، برضو ما بتعلموش من غلطاتكم، ما بيتعلموش. ده هم بنفسهم بيعترفوا بذلك على محطاتهم وعلى قنواتهم يعني. ودي وبعدين الخطر الدهن يعني. هو يعني هم دلوقتي بيعقبوا على تفعيل المادة 80، طب مين هيهتم بالشعب التونسي؟ يعني مين؟ طيب هو خطر الدهن، كان سؤالهم هو الخطر الدهن ايه يعني؟ احنا عملنا ايه يعني؟ عملت ايه؟ في خطر امني، في خطر اقتصادي، في خطر صحي، في خطر مجتمعي اللي هي الظروف المعيشية، في خطر اسفه في خطر كمان في سياسي ربما اضافه لكل حاجه ذكرتيها. بالظبط. في خطر يعني قانوني، في خطر ان 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 من 2013 عمليات اغتيال هم قافلين عليها ومش راضيين يفتحوا ملفاتها. فاض بالشعب التونسي، فاض بالشعب التونسي. فالنهارده لما يقول او يرجع تاني لنفس المسميات، طيب حتى الشعب اللي صبر عليك عشر سنين راجع برضه بتتهمه،
إن 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 هو مؤامرة وده انقلاب وده مش عارف. أمال أنت عايز احنا عايزين نيجي للنقطة ديت، لأنه في دعوات زي ما حضرتك بتقولي كمان فيها نوع من أنواع إن صح التعابير تسخين الجبهة أو الشارع التونسي، وأنا هاجي للنقطة ديت لاحقا، لكن الأهم وسريعا حتى نعلق على الإجراءات اللي اتخذها الرئيس. فكرة تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وفرض حظر التجوال، هل يمكن القول بأنه تم اختزال القرارات السياسية والأمنية بنجاح في هذه القرارات وكانت خطة جيدة؟ هو لأنه في نوع من أنواع السيطرة على المشهد التونسي دلوقتي. هي دي أول خطوة. أمال تصحيح مسار إزاي؟ أصحح مسار إزاي وكل القطاعات في تونس تخسر كثيرا وفي حتى أعمال إضراب من العمال؟ القطاعات كلها في تونس تخسر كثيرا يوميا. ليه مش هنعمل الإجراءات دي؟ أول إجراء طبعا عشان في أعمال عنف في الشارع النهاردة، يعني في أعمال عنف يتصدى ليها الأمن وبيتدخل ما بين مؤيد ومعارض. وشفنا حصل إيه قدام البرلمان التونسي. لأن أول حركة عملتها حركة النهضة كانت إيه؟ إنزال المؤيدين ليهم. ماشي، ضد مؤيدين الدولة ومؤيدين تصحيح عملية تصحيح المسار. ده تكرار لنفس الأخطاء السابقة. بالظبط. وتدخل الأمن. يبقى ليه مش هنفرض حظر تجوال؟ لا، دي أول خطوة. ليه؟ لتعزيز الاستقرار ومنع أعمال العنف حتى تتخذ العملية السياسية مجراها الطبيعي. بس الظاهر يا دكتورة سارة إنه المشهد الأمني في تونس مش هيكبر زي ما حصل التحدي اللي مصر واجهته في 2013. هيكبر برضو؟ لأن الإخوان خلاص بيلفظوا أنفسهم الأخيرة. وزي ما قلت لحضرتك هم شايفين النهاية تونس برضو، هم نفسهم شايفين كده، البداية تونس والنهاية تونس. لازم هيقاوموا. حضرتك الكلمة دي مرتين أو ثلاثة والله دلوقتي هي تفسيرها، هل دي تقصدي حضرتك نهاية عقد من الفوضى؟ نهاية عقد من أمال الإخوان في حكم الشعوب العربية بالفشل السياسي وبتجارة الدين وبالتخبط. ما عندكش خوف كمحللة سياسية أن تكون ديت بداية مؤامرة جديدة على المنطقة ومرحلة تانية من التآمر على المنطقة والفوضى الخلاقة والهدامة والحاجات دي كلها؟ هو خلعهم خلع الفوضى، خلعهم خلع كل نزعات الاستقرار وكل يعني النزعات اللي بتهدد استقرار البلاد وكل الفشل السياسي للبلاد. هو في بس ايه، في مدارس بتقول ان دي عودة للعسكرة الدول والديكتاتورية بالدول العربية. طب لما تاني لما خدتوا فرصتكم على مدار 10 سنين كيف أثرت سياساتكم في تطوير المعيشة لشعب كان بالفعل معيشته كويسة واقتصاده ومعدلات النمو عالية وقطاعات الخدمية فيها بمثابة مثل أعلى زي خدمات السياحية مثلا في تونس كانت عظيمة جدا. تمام. طيب ماذا قدمت للمشهد السياسي والاجتماعي والأمني؟ قدموا اغتيالات شكري بالعيد وأحمد الإبراهيمي لو أنا متذكرة الأسامي صح، ودول كانوا معارضين ليهم. لغاية النهاردة عائلات شكري بالعيد بتطالب أن يتفتح الملف ده. إسكات المعارضة بالقتل، أدي أول حاجة، خطر أمن اقتصاديا، الشعب افتقر جدا ومهمش ومفيش قطاعات شغالة ولا بتكسب زي الأول. تمام. طيب خطر إيه كمان سياسي؟ أوكي، ده عشان تصدقوا على الميزانية يعني خناقات داخل البرلمان وتنفيذ لأجندات خارجية، ولو ما اديتوش المشروع الفلاني للمستثمر التركي مش هنوافق لكم عليه، لو ما خدتوهوش للمستثمر اللي تبعنا تبع أجندتنا مش، يبقى فين الشعب؟ حتى المشهد السياسي الاجتماع فين؟ مفيش أي دلائل على أي نجاحات
لتونس خلال العشر سنين الماضية. إزاي أنا بقول تونس تتمتع بالديمقراطية وهي على مدار عشر سنين لم تنفذ أي من مطالب الشعب التونسي، ولا لرفعته ولا لرفاهيته ولا لاستقراره ولا حتى ل ل ل ل ل يعني لمعيشته. يبقى ازاي؟ لا هي بص حضرتك يا دكتوره ساره، انا بنقل لحضرتك طبعا اراء، وحضرتك طبعا بنشوفها بتدافع عن وجهه نظري في مواجهه اراء اخرى اكيد حضرتك سمعتيها، لكن هي الفكره كمان انه احد مصادر الشرعيه انه الرئيس التونسي نفسه حاصل على اكتر من 70% من الاصوات، هم اللي مختارينه كمان. يعني حتى في يعني اكبر دليل على الفشل السياسي، الحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في تونس هم اللي اختاروا الرئيس قيس السعيد، وحضرتك لو تفتكر كل الكلام الجميل اللي قالوه عنه وانه هو وسطي حتى كلمة. أشيع انه في النهاية هو يعني محب للإخوان او يعني او متفاهم معاهم مع ايديولوجيتهم ولكن الفشل السياسي من كتر ما هو مسيطر على المشهد في البيت التونسي او يعني داخل البيت التونسي خسروا حتى حلفائهم ودعم الشعب ليهم. انا بقول لحضرتك كل الشعوب العربيه قررت انها تجرب طيارات مدنيه، بس للاسف هم مش طيار مدني، هم اثبتوا ان هم مش طيار يتمتع بالمدنيه الخالصه المتمثله في تفعيل قوانين المواطنه، تفعيل قوانين الشعب التونسي. بيقول لك احنا النهارده حاسين بالتهميش، الشعب بحاله بيقول لك حاسين بالتهميش، الشعب بحاله بيقول لك حاسين بالتهميش. يبقى كل فوائد ومصالح البلد رايحه لمين؟ لاعضاء البرلمان واغلبيتهم من حركات وجماعات. على ذكر اعضاء البرلمان، وحضرتك قلت من شويه لما قلت لحضرتك تجنيد البرلمان واعفاء رئيس الحكومه وقلت لي دي اول خطوه. طبعا. البعض بيتساءل يعني هل ممكن تكون في خطوات لاحقه من بينها مثلا احاله بعض الاعضاء للمحاكمه ابتدوا او ما شابه ذلك؟ ابتدوا النهارده. ابتدت. دي الحركه الجريئه اللي قلت لحضرتك عليها. طبعا في تخبط ومعارضات كثيرة وخارطة طريق لسه هنمشي عليها في تونس، وفقهاء دستوريين بميول مختلفة يتفقوا أم لا يتفقوا مع التعديلات والإجراءات المتخذة من قبل الرئيس التونسي، ولكن برضو في شخصيات احترمت إرادة الشعب التونسي، منهم رئيس الوزراء هشام المشيشي المقال وقال أنا مش هعرقل عملية تصحيح المسار التونسي. هنا بتيجي الحتة بتاعت إن ممكن يكون حالة توانسة أحسن مننا زمان شوية، إن هم كان لما سيطروا هنا كانت برضو مختلفة شوية. فكويس إن احنا عندنا حد التفت لإرادة الشعب التونسي وقال أنا مش طيب هنرجع نكمل عند النقطة دي، تسمحي لي لأنه معنا عبر الهاتف الأستاذ ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ ماهر تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. وطبعا يعني احنا بنلجأ لحضرتك ولخبراء متخصصين في شؤون الجماعات الإسلامية في مناسبات مثل هذه كلما جد جديد. يعني كيف تراقب الأوضاع في تونس وخاصة أنه ما يحدث يعني شبه يعني مسار صحيح أو تصحيح في الانقلاب على الإخوان في تونس؟ نعم، شيء جيد. كان هذا الشيء كان متوقع من فترة بسبب الفساد اللي استشرى في الدولة التونسية، الانهيار في العمل السياسي، الانهيار الاقتصادي، الانهيار القيمي، اللي هو كل ده كان تسببت في حركة النهضة. كان متوقع حدوث هذا، لكن المشكلة الآن أن حركة النهضة تلعب على موضوع التوافقات، على موضوع الشعار الديمقراطي، على موضوع طرح شرعية أمام شرعية، أو طرح شرعية الجماهير، أو محاولة استدراج الجماهير للشارع التونسي لعمل صدام جماهيري وعمل انقسام داخل المجتمع التونسي. وده التجربة اللي هم عملوها
في مصر وفشلت، لكن هم طبعا بسبب الغباء السياسي والعمل الاستراتيجي. نعم، غباء سياسي فعلا. نعم، بيعملوا نفس السياسة وبيحاولوا يستدرجوا المواطنين لصدام في الشارع، يحاولوا يحرضوا الغرب على الرئيس التونسي، يحاولوا يعملوا انقسام داخل الجيش. كل ده هيفشل، لأن في حقيقة وفي حكمة ثابتة أنه لا تهزم جماعة دولة أبدا ولا تبتلع جماعة دولة، لكن الدول هي من تهزم الجماعات وتبتلع الجماعات. أستاذ ماهر، قبل ما نروح لسؤال من ضيفتنا الكريمة في الاستوديو الدكتورة سارة كيرة، هتسأل لحضرتك بعد قليل، حابب يعني أسأل حضرتك سؤال تاني وتعليقا على يعني نقطة الغباء السياسي أو متماشي مع هذه النقطة أو هذا الوصف. يعني رأي حضرتك في الإخوان في تونس أو حركة النهضة، بوصف حضرتك متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، هل الإخوان طبعة واحدة إن صح التعبير في كل مكان، ولا ليها نسخ وتعديلات من مكان لآخر؟ هي العمود الفقري لجماعة الإخوان هو عمود فقري واحد، يعني التربية والتكوين والأفكار الإيديولوجيات كلها شيء واحد، الهدف واحد، هو بيختلف فقط في المظهر الخارجي وفي الطريقة. يعني سنجد الإخوان في الأردن والسودان متقاربين مع بعض بشكل كبير، سنجد الإخوان في شمال أفريقيا متقاربين بشكل كبير، يعني في المغرب، في الجزائر، في تونس، متقاربين من ناحية. بس الوضع في تونس وسامحني في المقاطعة أستاذ ماهر ربما يختلف إلى حد ما وفقا للمراقبين عن الجزائر. بص، هو الإخوان في تونس احنا كنا بنعدهم هنا الأكثر تقدما. مش بتكلم عن الإخوان، بتكلم عن رد الفعل المتوقع أو المرتقب بعد القرارات الأخيرة. لا، الوضع المرتقب بعد القرارات الأخيرة، هم مجلس عالمي أو مجلس شورى عالمي للتنظيم الدولي اجتمع خلال الأيام اللي فاتت، بيحط سياسة واحدة، واعتقد ان هو لا يتعلق الأمر بتونس أو المغرب أو مصر أو غيره، هي تمام. سياسة إخوانية واحدة. تمام. واحدة هم بيطبقوها، اللي هي عملية وصلت الفكرة. وبدعوك للاستماع لسؤال الدكتورة سارة كيرة، رئيس مركز الدراسات الأوروبية الشمال إفريقية للدراسات السياسية. تفضلي دكتورة سارة. مساء الخير يا فندم أستاذ ماهر. مساء الخير يا فندم. حابة أتوجه لحضرتك بسؤال. حضرتك طبعا أكيد عارف أن دلوقتي في نقل للمقاتلين الأجانب من داعش لإفريقيا، وفي خطة لإعادة انتشار الجماعات بشكل مختلف في إفريقيا. سؤالي لحضرتك، هل ده هيؤثر على الأمن في تونس؟ هل ستلجأ جماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد ما يحدث من إعادة نشر للمقاتلين الأجانب بتوع داعش في أفريقيا، هل سيؤثر هذا على الأمن داخل تونس؟ وهل الجماعة ستستعين بهم لأي أعمال تخريبية أو أعمال عنف في تونس؟ نعم، ده سيناريو كابوس متوقع بقوة، لأن امبارح حتى كان في اجتماع حدث في ليبيا، كتيبة المواصي مع بقايا من الجماعة المقاتلة وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيره في ليبيا، عملوا اجتماع وهددوا فيه، فكان واضح جدا أن هناك يعني تصريح أو هناك سيناريو معد مسبقا يقوم فيه الجهاز السري. احنا عارفين جهاز السري في حركة النهضة هو من اختل شكر بالعيد والبراهمي، وعمل محاولات اغتيال وعمل عملية إرهابية في سوسة في عام 2013-2014 عقب سقوط الإخوان في مصر. فده متوقع، عندهم جهاز سري، عندهم جهاز عسكري، هذا الجهاز موجود في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر مع بعض بقيادة واحدة. ده كابوس أو سيناريو منتظر، ومن المحتمل إن هم الإخوان تلجأ للعنف كما لجأت في مصر. لكن أنا بقول لكل الناس، بقول لهم برضو هيتهزموا الإخوان، هتتهزم حركة النهضة لا محالة لو استخدمت هذا السيناريو. ليك تعليق تاني يا دكتورة سارة؟ أنا شايف إنه اللي حضرتك قلته اللي متفقة معاك فيه دكتورة سارة وكانت لسه بتتوقعه قبل قليل، احنا خايفين من السيناريو ده جدا، يتناقض مع رؤية أخرى أو تحليل آخر، مش بالضرورة أنا أتمناه لكن ممكن أكون بتمناه أكثر ما أكون بأتبناه، وهو إنه تونس مش مؤهلة لعشرية سوداء كما حدث في الجزائر. فالمعنى العام إنه ممكن جدا الأوضاع تمر من غير ما يكون في رد فعل عنيف، ولا حضرتك شايف إنه ده حتما هيحصل؟ هي في مجموعات، يعني في سيناريوهات متنوعة. السيناريو الأول إن حركة النهضة بتلعب دلوقتي على الجماهير وبتلعب على شعارات الديمقراطية وعلى بعض القوى الوطنية التونسية في أنها تستجلبهم لوفاق ولتحالف
وفي وتحقق بعض المكاسب لتظل في الصوره وتظل في المشهد. فلو نجحت في ده مش هتلجا طبعا للعنف. السيناريو الثاني هي ان تفشل حركه النهضه في ذلك وتفشل في قدرتها على حشد الجماهير. أيوة. وتضطر الى استخدام العنف. اذا احنا قدام سيناريوهات متنوعه متعدده. حركه النهضه عندها ادوات هي لا تتحمل ابدا البعد عن المشهد العام في تونس مره اخرى، ولذلك اعتقد ان هي لو فشلت في السيناريو الاول ستلجا للسيناريو الثاني. بشكرك على حال وبكتفي بهذا القدر. استاذ ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الاسلاميه، شكرا جزيلا لحضرتك. وبعود لضيفتي الكريمه في الاستوديو دكتوره ساره كيره، وبسالها يعني في حال السيناريو الاول او الثاني يعني كيف تتوقعين؟ بس لا نتوقعه من غباء الاخوان السياسي، هو ان يغيروا جلدهم ويتماشوا مع الاراده التونسيه ويعني يصححوا مسارهم هم كمان. يعني ده سيناريو ثالث هيرضي جميع الاطراف، ولكن بالشواهد والثوابت. اما هم كانوا بيقوموا باعمال عنف وهم في سده الحكم، هيعملوا ايه لما يتشالوا منه؟ تمام. اعتقد ان السلطه التونسيه لو ما عندهاش استعداد تام لمواجهه اي اعمال عنف مرتقبه هتضطر تعمل زي انكلوجن او اللي هو اندماج مع بعض العناصر من حركه النهضه اللي معتدلين ومتوافقين مع الاجراءات واراده الشعب التونسي، واكيد في مفاوضات بتتم دلوقتي وكلام كتير. ولكن بس عشان نوصل للحظه ديت مع هذه القرارات التي اعلنت أول أمس ليلا أو قبل ذلك بيوم، أكيد في خطة موضوعة وفي ترتيبات للمشهد أكيد لمدة شهر على الأقل من الآن. طبعا في خريطة طريق معدة وفي مسار ديمقراطي جديد لتصحيح المسار بتاع 2010 لدلوقتي. أعتقد أن مش هيتم إقصاء جميع من ينتمي يعني فكريا حتى لجماعة الإخوان المسلمين بتونس، ولكن طبعا سيتم إقصاء كل من السياسيين وأعضاء البرلمان وكل من أشرف على الفساد الإداري والتمويلات الخارجية والإرهاب اللي ضرب البلد وإفقار وتهميش الشعب التونسي تاني. لأن الكلمتين دول مهمين جدا، لأن هو ده الكلمتين اللي الشعب التونسي وصف نفسه ووصف حاله النهارده بيهم. احنا بنفتقر فكره التهميش. التهميش هي جمله صعبه قوي ان الشعب يقولها. فقراء وبنعاني من الجوع. الانسان العادي يعني في كلمه يعني دي مش بيقولها فصيل، ده بيقولها شعب. في كلمه قريتها بيقولها شعب بالظبط، وشعب شعب لا ينتمي يعني مش شرط يكون بينتمي يعني لأحزاب في التاريخ سياسية. يعني دايما بنسمع كلمة التهميش على لسان فصيل سياسي في أي بقعة من بقع العالم على مر التاريخ، لكن مش الشعب اللي لكن بيقوله. الشعب بيقول هو المشكلة إن الأحزاب دلوقتي في تونس تتمتع بحرية سياسية كبيرة جدا. من هنا كان بيجي يقول الإجابة تونس، ولكن هضطر أستخدم مصطلح مصري قوي، سرقتهم السكينة عن الشعب التونسي، وده هو سبب النهارده المشهد اللي احنا شايفينه النهارده. حته الاستقرار في تونس انا الحقيقه قلقانه، لان في زي اعاده هيكله واعاده تنظيم لشكل انتشار الجماعات الارهابيه والمقاتلين الاجانب اللي كانوا بينتموا او اللي ما زالوا ينتموا لداعش وغيرها اللي انتقلوا. هل ممكن تكون تونس، ويمكن ده يكون سؤال الاخير عشان وقتنا قرب على الانتهاء، مع اي حجم عنف متوقع ومع كل الامكانيات اللي موجوده في تونس للمواجهه او لمحاربه ارهاب محتمل، هل تونس ممكن تكون في حاجه لدعم من دول عربيه اخرى؟ اكيد، من بينها مصر مثلا. اكيد احنا كلنا في حاجه الى بعض. وتونس بترأس حاليا جماعه الدول العربيه، واحنا كلنا تحت امر الشعب التونسي. الشعب التونسي كلنا تحت امره وكلنا اشقاء، وطبعا اي دعم اكيد لن تبخل اي دوله عربيه واولهم مصر لتونس، بدايه بالدعم المعنوي. ما اقدرش اقر
أي نوع من الدعم ستحتاج تونس، ولكن من مصر لتونس كل الدعم المعنوي حاليا. سعيد جدا بلقائك وبشكرك على تلبية الدعوة وتشرفنا النهاردة في المشهد. دكتورة سارة كيرة رئيس مركز دراسات الأوروبية الشمال إفريقية للدراسات السياسية، شرفتنا يا فندم وشكرا جزيلا لك. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من المشهد، على أمل اللقاء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.